هسألك سؤال فني قوي وانت اللي هتقول لنا وهتفهمها لنا، عشان كان في كلام النهارده ومناقشات فنيه كتير في هذا الامر. شادي حسين الافضل ليه، يلعب سترايكر ولا يلعب جناح؟ لا سترايكر، سترايكر مش جناح. اه لا لا جناح انا كنت بلعبه جناح، هو عنده المرونه دي بس ما بيأديش فيها زي ما بيأدي في السترايكر، لان انا كنت كان عندي مشكله في الحته دي، يعني ما كانش عندي جناح في الفرقه السنه اللي فاتت، فكنت بقى لاعبه في المنطقه دي، بس انا كنت بقى برضه بيجري في مساحات راس الحرب، عشان كده هو جاب اجوان السنه اللي فاتت كتير، يعني ما كانش بيلعب جناح صرف، لا من ناحيه تكتيكيه كان بيكمل راس حربه تاني، كان ساعات باسم مرسي بيلعب، ساعات حمزه مجدي بيلعب، وهو بيبقى اغلب ان بيبقى راسين حربه، واحد بيجي من تحت وواحد ثابت. صحيح. فيعني هو في الاخر هو احسن مركز ليه هو رقم 9 يعني. صحيح.